حبايبي جريد فور هنبدأ في يونت جديدة، حاجة اسمها بروبيريتي. حاجة اسمها ايه؟ نبص هنا حبيبي، كلنا نبص على البورد حبايبي. ايه البروبيريتي دي؟ درس جميل فوق ما تتخيل. طب معلش يا مستر ما توضح. قال لي اسمع بقى، لو انا معايا 3 بلس 2 بكام؟ شكرا. طب لو 2 بلس 3 بكام؟ الله، دول زي بعض ايكوال. يبقى انا لو قلت 3 بلس 2 هي هي. اسكت يا بابا، ممكن نمسك لساننا. 2 بلس 3 هو انت عملت ايه؟ قال انا بدلت. بس ما ينفعش اقول بالعربي، اقول انا عملت حاجه اسمها، اسمع يا بابا ومحدش يجاوب بدون اذن، عملت حاجه اسمها كوميوتاتيف. اسمع يا بابا، اقول تاني. بص حبيبي، دلوقتي هناخد حاجات مش لازم اعمل بلس، مش لازم اعمل ماينس، هنستبدلها بحاجة اسمها بروبيرتي. تعالى النمبر بي، بص لي على بي. 25 بلس 75 ايكوال 75 بلس 25. الراجل ده عمل ايه؟ كوميتيتيف. برافو عليك. الكلمة دي كبيرة، فأنا قلت للولاد نختصرها كوم، سي او دبل ام. أقول تاني؟ أقول تاني؟ في البلس، في البلس، في الادنج أقدر أعمل سويتش، أقدر أعمل أبدل. قال لي آه. طب اسم الحركة دي إيه؟ الخاصية اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ كوميوتيتيف. تعالى ننقل على فكرة تانية. بص حبيبي، درس النهاردة درس فهم مش حفظ. لو أنا قلت 2 بلس 3 بلس 5 بكام؟ بص كويس، 10. حلو خالص. طب لو انا قلت 2 خدتها مع ال 3 وعملت لهم برانتسيز يعني قوسين وسبت ال 5 بره، اعمل لي بلس. ها؟ مش سامع. بصوا على البورد، برضه 10. طب لو انا سبت ال 2 بره وخدت ال 3 مع ال 5، يلا اعمل لي بلس 10 برضو. قال لي اسمع بقى، المره دي لما يبقى عندي 3 نمبرز اخد 2 واسيب 1، يبقى انا بعمل حاجه اسمها اسوسييتيف. اسمها ايه؟ اسوسييتيف. نقول تاني. لو معايا كام نمبر؟ خدت 2 وسبت التالت بره، يبقى انا بعمل حاجه اسمها اسوسييتيف. اسمها ايه؟ اسوسييتيف. تعالى يلا بص لي على نمبر ايه. كان عندي 12 و8 و7، طلع ال 12 بره وخد ال 8 وال 7، يبقى الراجل ده عمل ايه؟ اسوسييتيف. طب نشوف حاجه تاني. ها؟ بص معايا على سي. اسوسييتيف. اسوسييتيف. طب ينفع اسال سؤال؟ ركز معايا. بص على نمبر اي، عمل ايه؟ وما تجاوبش بدون اذن. قول يا حمزه. لا مش ايدنتيتيف خالص. حمزه بهاء اللي ورا. ها يا حبيبي، كوميوتيتيف. فعلا عمل كوميوتيتيف. ازاي؟ جاب ال 34 مكان ال 10. ركز حبيبي. طب امتى كنت اقول اديتيف ايدنتيتي؟ انا لسه هقولها لك. ركز بقى معايا لو سمحت. هنعمل حاجه جديده. لو انا قلت لك 5 بلس 0 ايكوال كام؟
طب 0 بلس 5 ايكوال كام؟ 5. انا بعمل ايه؟ قال لي اسمع بقى، انا ما عملتش كوميوتيف، انا ما عملتش اسوسييتيف. الراجل اللي هو الزيرو ده بنسميه اديتيف، اديتيف ايدنتيتي، ايدنتيتي. نقول تاني، نقول تاني، لما يظهر الزيرو هنسميك ايه؟ اديتيف ايدنتيتي. تعالى بقى نشوف، يلا نمبر دي 13 بلس 0 13، انا عملت ايه؟ ها يا حبايبي، ها يا ستيفن، انت اسمك ستيفن؟ اديتيف ايدنتيتي، قولها كده بصوت واطي كل واحد، اديتيف identity. كمان مرة. شكرا. تعالوا بقى نشوف جملة تانية. بصوا معايا حبايبي عشان انا هدي حاجة جديدة. يلا بقى نلعب في نمبر 2. تفتكروا مين الميسنج؟ ما تجاوبش بدون اذن. ملك. بصي على البورد يا ملك، ما تقعديش بالجنب. ما تزعلينش منك. يلا يا ملك. فكري يلا. استنوا نكبر عشان ساندي مش شايف. يا ساندي لو جيتي من غير نظارة هروحك، عشان حبيبتي انت مش شايفة. طب يلا، ها ملك نزل ايدك يا صلاح. فايف. سؤال يا مستر، فايف صح ولا غلط؟ ها عارف ليه؟ لان في الجزء ده انا ما بعملش بلس. 5 بلس 9، لقيت ال 9 جاية زي، يبقى مين اللي ما خدناهاش؟ يبقى أنا بعمل كومبيتيتيف. كومبيتيتيف. اسمع بقى اللي جاية دي. معايا كم نمبر هنا؟ 3. بص يا لينا، معايا كم نمبر؟ معايا 3 يا حبيبتي. معايا ده 1 2 3. هو خد مين ومين؟ خد 2. مين اللي ما خدوش؟ هي ساندي 61. لو قلت لك هو عمل ايه؟ ها اسوسييتيف. اسو امتى اقول كوميوتيتيف؟ لو انا بدلت زي اللي كانت في الاول، عشان خاطر يا حبايبي درس النهاردة سهل بس محتاج انك تحل عليه كتير. اسمع بقى اللي جاية دي. نمبر سي. ها يوسف بيقول لي الاديتيف ايدنتيتي از مين حبيبي؟ معتز. شكرا. اديتيف ايدنتيتي ايه ده؟ هي دي ممكن يجي عليها سؤال؟ ايوه. مين الاديتيف ايدنتيتي؟ زيرو. شكرا. طب نبص مع بعض في دي. مودة. فكروا. هي لينا، اكتب ايه في الفاضي هنا يا لينا؟ اكتب ايه في الحتة دي يا لينا؟ الزيرو ما خدناهوش. الزيرو ما ينفعش، ما ناخد مين؟ ال 854. واقول ايه بقى؟ اي نمبر بلس زيرو يديني نفس النمبر. اي نمبر اعمله بلس زيرو يديني نفس النمبر. اي نمبر بلس زيرو يديني نفس النمبر. طيب انتوا معايا يا بابا؟ تعالوا بقى ناخد فكرة جديدة. بصوا بقى الجملة دي. الراجل ده مدي لك كم نمبر؟ 3. احنا هنا اهو مديني 3. ادي 1 2 3. ايه اللي عمله؟ بص كويس على الاجابه دي. ايه اللي عمله هنا؟ ما تجاوبش بدون اذن. طب قول يا مالك. ايوه. طب
طب وليها بالعربي؟ عمي. طب قول يا ستيفن. قولها بالعربي. حلو، خد الايد مكان كذا، اسمها ايه بقى بالعربي كمان؟ لا لا بالعربي عمل ايه؟ بدل. بالعربي ايه؟ بدل حبيبي، بدل. بالانجلش بنسميها ايه؟ بس حبيبي يا استاذه ملك، مالك يا بابا؟ طب ممكن بلاش تقعدي بالجنب وبصي معايا يا حبيبتي. طيب بص بقى اللي بعد كده، رجعنا تاني للفري نمبر. بص بقى، خد واحد بره وساب اتنين، مين اللي سابهم؟ مين الحاجات اللي ما خدناهاش؟ حاول تفهم يا بابا، ده درس. قولي يا لينا. بصي، خد ده، مين اللي ما خدهمش؟ الايت والناينتي تو. العملية لما اعمل براكت، لما اعمل برانتسيز اسمها ايه؟ قولي حمزة. اسوسيتيف. اكتبها ايه؟ اس اس او. اسو. بص بقى، بص يا مواد، بعد ما عملنا حبيبي العمليتين، حضرتك بتعمل حاجة أخيرة، إيه هي؟ تقول له بعمل بلس 92 بلس 8، 92 بلس 8، 92 بلس 8، فكر، قول يا حمزة 100. بعد كده لسه أعمل لها بلس مع الـ 320. بص بقى المفاجأة، 1 بلس 0 1، 2 بلس 0 3 بلس 1. ادي دي يا حبيبي كده مسألة كاملة. طب ايه رأيك يا مستر؟ هناخد نفس المسألة بس هو مش هيساعدني. تعالوا بقى نشوفها لما ما يساعدنيش. لما ما يساعدنيش اسمع بقى وتعلم. اهو ناخد من نمبر 5، تعالوا ناخد مسألة. ممكن؟ هناخد 6 علشان هو سايب لي مكان للإجابة. بصوا معايا، أنا هكبر عشان كلنا نشوف. عايزك تسمع وتتعلم. مودة، خدي بالك حبيبتي، مش كل واحد أبص عليه أشوف هو باصص فين. حمزة، بهاء، عينك هنا حبيبي والنبي، مالكش دعوة بالكتاب. الراجل ده بيقول لك يوزنج بروبيرتي، يعني الراجل ده بيقول لك أنا عايزك تعمل كوميوتيتيف وتعمل اسوسيتيف. تاني لما يقول لي يوز بروبيرتي تقول يبقى انا عايز اعمل ايه؟ وبعدين ولازم الكوميوتيتيف الاول، لازم ايه؟ شكرا. بص بقى معايا، يعني انا يا مستر بص على البورد، اجيب ال 12 مكان ال 18، اروح جاي اكتب كده 15 بلس وادي 12، سوري وادي ال 18، وتيجي جنبها تقول له انت عملت ايه؟ اهي. صعب الكلام ده؟ بص تاني معانا كم نمبر؟ اول حاجه هبدل الاثنين اللي في الاخر، اهي اهي. اتعلم تشرح. اول حاجه تعمل ايه؟ يعني يا مستر ادي ال 41 ابدل ال 19 تيجي مكان ال 36 واكتب جنبها كلمه ايه؟ في مشكله؟ الخطوه اللي بعد كده حبيبي تاخد الاثنين الاولانيين مع بعض وتسيب الثالث في الشارع. هنعمل ايه؟ مش سامع. يبقى ادي 15 بلس 12 واقول له انا بعمل اسو. هقول تاني؟ بص معايا، هاخد مين؟
ال او الرقمين حاضر يعني ال 41 وال 19 واسيب 36 بره، بس لازم اقول له انا بعمل اسهم. في مشكله؟ بص بقى الاثنين اللي بناخدهم مع بعض اعمل لهم بلس. قول مع بعض مع نفسك تاني. كمان مرة. nine plus zero ten carry one. one one two four six. طب يا مستر ما انت سايب ال 36 هعمل بلس تاني. يبقى خدنا الاثنين اللي مع بعض عملنا بلس، وبعدين اعمل بلس تاني. 6 و 0 3 و 6 خلصنا يا مستر. صعب الكلام ده؟ متأكدين؟ متأكدين؟ طب انا هعمل ستوب واقول لك يلا وريني حل.